هنا مصنع شركة إيلي ليلي. من هذا المصنع في مدينة إنديانابوليس الأمريكية تصنع إبر المونجارو. الإبر اللي اعتمدتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج السمنة، وهي في الأصل علاج لمرض السكري من النوع الثاني. أوروبا أيضاً وافقت على استخدامها لهذا الغرض. شيوعها والطلب المرتفع عليها بدأ من النتائج الملحوظة والسريعة لإنقاص الوزن. تعمل المونجارو على تكنيك يقلل من الشهية للطعام وبالتالي تقليل السعرات المستهلكة يومياً عن طريق إبطاء الهضم وإرسال إشارات الشبع إلى الدماغ. المونجارو تحتوي على مادة فعالة اسمها تيرزيبتايد، وهي أكثر فعالية في التخسيس من إبر الأوزومبيك والويجوفي اللي تستخدم مادة أخرى اسمها سيماغولتايد. تصنعها شركة نوفو الدنماركية المنافس الأهم لشركة ليلي الأمريكية. من الوقت اللي وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على استعمال هذه الإبر في علاج السمنة، قفزت مبيعات مونجارو إلى أكثر من 1.8 مليار دولار من تقريباً 570 مليون دولار العام الماضي، مع أنها أقل من تقديرات وول ستريت اللي وصلت لأكثر من 2 مليار دولار. المحللين يقولون أن سبب الانخفاض هو محدودية العرض، لأن الإبرة حالياً غير متوفرة في كثير من دول العالم. شركة ليلي المصنعة لإبر المونجارو تتوقع زيادات كبيرة في إنتاجها في النصف الثاني من هذه السنة عبر استحواذها على مصانع جديدة في أمريكا وأوروبا. هذا الارتفاع والطلب المتزايد على مونجارو اللي تعرف أيضاً باسم تيرزيبتايد أدى إلى رفع القيمة السوقية لشركة الأدوية إلى ما يزيد عن 700 مليار دولار، متجاوزة قيمة شركة تسلا. هذا الصعود لاستخدام هذه الإبر كان من أسباب تصريح كثير من المشاهير والنجوم المعروفين باستخدامهم لهذه الإبر. كان من أشهرهم أوبرا وينفري وتيرسي مورغان ولاعب السلة الأمريكي الشهير تشارلز باركلي. من المبكر جداً معرفة لو كانت إبر المونجارو لها تأثيرات طويلة المدى على المستخدمين، لكن الدراسات الحالية تقول أن الإشراف الطبي وممارسة الرياضة والنظام الصحي ضروري مع استخدام هذه الإبر للتخسيس وتنقيص الوزن.